تحكينا عن هذا الدير، دير مرمخيل، ايش تعرف عنه؟ هذا الدير دير قديم حيل، يعني ما هو يعني من دور اجدادنا، وقبل كانوا يجون سياح وناس تجي عليه، بس هسه مهمل. يعني يقولون حتى مسيحيين ومسلمين كلها تجي عليه. مسيحيين ومسلمين كلها تجي عليه. بس حاليا مهمل، ما حد بحاله، ما حد يجي عليه، ما متروك والله. زين هذا الدير الى تعمر يعني ايش شلون الناس تجي عليه؟ يعني منطقة هو سياحية هم بنفس الوقت. منطقة سياحية ومنطقة راقية، يعني تقريبا لو بس شوية دعم يجيها. يعني شوف باقي الدول إلى عندهم كنيسة وكذا. باقي الدول لو كنيسة لو بس مكان شوية نشوفها مرات تطلع يعني مهتمين بها اهتمام حيل، يعني الدولة مهتمة بها. احنا عندنا مع الأسف ما عندنا هيك شغلات يعني. لا بالكنائس ولا بالأديرة. لا ما عندنا لا بالكنائس ولا بالأديرة ولا بالجوامع ولا ماكو اهتمام به. ايش الطالب؟ اطالب الحكومه بدعم الكنائس ودعم الجوامع ودعم الخدمات. ودعم الخدمات كامل. والله دير يعني دير قديم هو، يعني من وعينه هو هذا الدير، هذا البناء ماله قديم يعني بي، يعني شان تجي زوار عليه، ما يعني شغل الزوار ما زوار هسه انقطعت، بس يعني قد ما تقول قديم يعني قديم هو الدير ماله. زين هذا الدير لا تعمر، ما راح احتمال تصير سياحة هنا؟ شلون تعمر؟ ناس زوار يجون أيضا احتياج، إذا تعمر ويعني خدمات بيه تجي زوار وتجي سياحة عليه وتجي يعني جماعة الأخوة المسيح عليه الدير، يعني عالم كانت تجي عليه، بس هسه مهمل يعني ما حد يجي يمه، هو منطقة كان سياحية. هذا أثري ما؟ أي أثري، أثري أي طبعا، قديم قديم حيل قديم يعني، بس الحكومة هسه ما عاد تدعم، يعني ما عاد تجي، ما خدمات بينه موجودة يعني أو قريبة منه هسه حاليا؟ لا والله ماكو، بس نطالب الحكومة يعني بأن ترمموا وتجددوا، حتى العالم يعني إخواننا المسيح يجون، الزوار هاي، وحتى مسلمين أيضا يجون، حتى مسلمين يزورون المسيح ويطلعون سفرات، يوم يطلعون سفرات، ومنطقة سياحية يعني كلش حلوة.